ب 7500 درهم. 7500 باش بعناه. الناصيلة الفاصلة خويا من نوع سردي، من نوع الممتاز هذا خويا. ايوا الحمد لله بنادم مشى يسهر كساب، راك عارف شنو كاين، كاين العلف وكاين تمار، ولو جا الخير راه كاين العلف، والعلف غالي فهمتي ولا لا؟ العلف غالي، العلف غالي، والسلعة الأولاد ديال هذا العام ما واجدينش فهمتي؟ الأولاد الأولاد ما وجدوش هذا العام فهمتي؟ غير السلعة ديال العام اللي فات اللي دايرة. العلف غالي خويا راك عارف أنت، الفول و فهمتي والذرة والشعير راك عارف خويا، هادو راك تضرب عليهم شويه ديال التمار باش يوجدوا، هادو ماشي غير يجي يوجد حولي عادي. الا دخلت شي حاجه، اي واحد دخل شي حاجه مزيانه فهمتي راه كتعجبو، اي واحد دخلتي شي حاجه مزيانه راه غتعجب، تعجب الناس وتعجبك انت، او تعجبك انت قبل الناس بعدا. درت تهلو من الاول ديالو حتى مهلي فيه فهمتي، غليظ ويطلع داكشي مزيان فهمتي. تبارك الله، هذا هو اللي كنسميوه راس السوق. هذا هو راس السوق، هنا كنتحدى اي واحد على راس السوق، هو هذا اللي كاين هنا في مديونه لحد الساعه. هذا وداه واحد عشاق فهمتي، اللي جا داه عشاق، ما مشى حتى داه، ما بغاش يتفرق عليه كاع. اللي داه، اللي داه خويا عشاق، خويا عشاق، هذا اللي داه عشاق، عشاق ولصق عليه حتى داه، ما بقاش فوت عليه. جاو ثلاثه ديال الناس عطوني 7000 درهم، 7000 درهم، وهو اللي عقب زادني 7500 درهم. الشغل صق عليه بزاف، وبقى كيمشي ويجي وداك الشيء فهمتي، عجبو صح، عجبو هذاك الشيء علاش بعثوا لي. تبارك الله، هو نيت سيد عشاق فهمتي.